شو نايا؟ مزبوط انه ليلى اكل الجيب؟ لا مامي، ليلى ما اكل الجيب. بلا اكل الجيب. لك مين خبرك انه اكل الجيب؟ يومي. يومي؟ ايه يومي، امبارح بالليل قلت لها انه تخبري قصة، قالت لي انه لولو اكل شابيرون روج. يومي يومي يومي. شو مام، شو بك بدالك تصرخي بهالبيت؟ يومي بتعرفي شو؟ ذكرينا عيد ميلادك، جيب لك هيدا الميغافون تبع بياع الخضرة، هيك ما ببح صوتك انت وعم بتعيطي لنا. اف اف اف، هالقد متضايقة ست يومي؟ لا مش متضايقة، مزعوجة. يومي! هلا بس تفل اختك صغيرة إلي حديث معك. وشو قالت لك هالاخت صغيرة؟ انت مخبرتيها لنايا عنده شابيرون روج أكل اللولو؟ ايه؟ شفتيه؟ لك شو ايه، كيف بتخبريها هيك شيء؟ شو بعمل انا اذا الكاتب هيك بده؟ الكاتب ما هيك بده حبيبتي، لمعلوماتك مش هيك القصه، القصه انه اللو زرب سته لشابيرون روج بالخزانه، كان بده ياكلها، بعدين اجى الصياد وقوصه. قوصه ما قوصه انا ما بعرف هيك، اللي بعرفه انه تجيب اكل حدا، او ليلى او سته. مين اللي خبرك بقى يا فتحان؟ باب. فاهم؟ ايه لما كنت صغيره هيك خبرني. ولك 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 ترجيلة باب، بعد بدك منا شي؟ ايه بعد في الاساس. اساس اساس، شو الاساس؟ الاساس حبيبتي انك تطلعي على اوضتك وترتبي تخوتي وترتبي كل الاوضة. بتعرفي مام انا ما عم بفهمه هالاساس، لشو نرتب الاوضة اذا رح نخربها بعدين؟ وانت نايا ما رح خبرك بقى قصة بحياتي. تسحيبي. لك يا يومي فرجيكي. طبريني ما تزعلي، من هلا ورايح مامي كل يوم رح تخبرك قصه قبل ما تنامي، اوكي؟ ميرسي مام. او باب. خلص بكفي نوم. بونجور يا لافونتين انت. بونجور يا شهرزاد العرب. شهريار شو شهرزاد؟ لا شهريار اللي بيسمع، شهرزاد اللي بتخبر القصص. خير يا طير، عم بكره شوفي دخلك حياتي. فيني اسالك سؤال؟ سالي تفضلي. دخلك حياتي الجيب اكل شي لليلى؟ مين؟ الجيب اكل شي لليلى؟ بك شي حياتي انت؟ لا ما مني شي، بس جاوبني، اللو اكل شابيرون روج ولا ما اكل شابيرون روج؟ لك ياكلها او 60 عمره ما ياكلها، شو بعرف انا اللي بعرفه انه اكل سته. ايه لا لا معلوماتك حبيبي، معلش رح صحح لك. اللو ولا اكل سته لشابيرون روج ولا اكل لشابيرون روج، اللو ما اكل حدا، بس ضربها لسته بالخزينه وبعدين اجى الصياد وقوص عليه. لك انا شو بعرفني، من زمان امي خبرتني غير خبريه على بتخبريها لانت، قالت لي انه كان في هذا الديب يلي كان عايش بالغابه، قامت اجت هيدي شو اسمها ليلى عم بتكسر بالغابه، هجم علي هذا الديب. اللو لك اللو فهمنا، اللو اللو مش ديب يعني، ولا خلص انا صرت بالفرنساوي انت. اجى اللو هجم على ليلى شابيرون، ولا شابيرون روج، انا من قلت شابيرون روج، شابيرون روج واكلها سته وقعد محل سته، فاتت هذيك تفاجئي، هجم الصياد فتح له معدته شلى سته وقوصوا لهيدا وكبوا بالنهر. ولك انا ما بيجيني المصايب الا منا لحماتي، من امك من امك. شو في خير؟ لانه حضرتك من زمان فقعت ليومي هيدي الخبريه، وحضرتها امبارح فقعت لاختها، واليوم نايا جايه خايفه. شو بدها هالقد؟ هلا بنظبط لها القصه، بعطي وراها. لك تعرف شو انت؟ انت كل شيء بتتمهزق فيه، انت كل شيء بتستهتر فيه، انت كل شيء عندك بسيطه بسيطه بسيطه. شو بدي اعمل يعني؟ شو بدك تعمل يعني؟ من اليوم ورايح حبيبي كل ليله لازم تفوت عند نايا على الاوضه وتخبرها قصه قبل ما تنام. نعم؟ ليك ايه نعم، ولا ليه؟ ولا لانها رابع ولد يعني بطلت تهتم فيها؟ ليش تهوليك الاولاد ثلاثة طن كنت تفوت تخبرهم قصص؟ ولا لانه هيدي الصغيره طفله هلا بطل لك جلاده تعب، بطل لك جلاده تعب. فهمنا خلص. خلص خبرها قصة، خلص تكرم عينك، بس تخليك انت ليش ما انت بتروح بتخبريها قصة؟ هيدا اللي بعد ناقصني انا. يعني انا ما بكفيني شغل 24 ساعة على 24 ساعة، ناقصني بعد فوت خبر قصص بالليل. يعني انا ما بكفيني بدي احضر الترويقة، وبدي احضر الغداء، وبدي احضر العشاء، وبدي اخد على المدرسة الصبح، وبدي اجيب من المدرسة بعد الظهر، وبدي ارجع دارس. يا فنة يا فنة، خلص خلص النالك، خلص النالك، هاي النالك عم خبرها قصة خلص. وش رح تخبرها الليلة؟ شو اول قصة؟ لا
حمار الله لا يقيم باطو. عيلي عفرد ميلي. الو ايه سامي؟ ايه انا فحص. شو جاي تدرس معي؟ اوكي يس. بونجور يومي. هاي هاي مام. هاي باب. هاي بدي اعرفكم على ربيع رفيقي بالمدرسة. اهلا اهلا استاذ فهدي. اهلا ربيع. اهلا 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 ربيع. اسم الله عليه جامع الاربع فصول. اهلا اهلا. شو كيف هالدرس معكم؟ هاي كثير منيح. مزبوط انا ورابو عم ناخد اعلى علامات. مين رابو؟ ربوع ربيع. حيلا بروجي بنعمله مع بعض منبدع فيه. برابو بيي برابو برابو برابو. استاذ فادي انت محامي مش هيك؟ ايه نعم. ومبسوط بهالمهنة؟ يعني ماشي الحال. انه ما كان فيك مثلا تلاقي مهنة تانية اريح لك واربح لك؟ يعني مهنة تانية مثل شو؟ يعني مثل حكيم، مهندس، تلعب بالبورصة، انه بزنس مان. لا والله أنا حبيت المحاماة ودرستها والحمد لله ماشي حالي. ماشي حالك؟ ما بعتقد. أنا برأيي نطلع نبلش درس. لا لا شو تطلع لوين؟ لفوق. إيه أكيد بيي بدك تطلع لفوق، حدا بيطلع لتحت؟ لا بيي اقعدوا درسوا هون على طاولة السفرة. فاتي إيدي قط السفرة أقرب على المطبخ، بركي جعتوا أو عطشتوا، البرات فشخة. أوكي مام. أنا بفتح. هذا أنت؟ صدق ايه؟ ايش ولي العهد؟ يا اهلا بكريم. هاي مام. هاي باب. هاي ربيع. هاي كريم. يلا بالاذن. الله معكم موفقين. بدك للمظبوط؟ انت حياتك كان فيها تكون احلى بكثير من هيك. شوف 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 شوف. انت بتعرفوا لربيع؟ ايه بعرفه منه معنا بالمدرسه. ها ليك بيي شغل لي دماغك. ها خبرني شو بتعرف عنه وشو رايك فيه؟ لا لمين؟ لشيكسبير. ككاتب ولا كانسان؟ كحيوان. كحيوان بيي كحيوان. بيي فتح لك دماغك ضليته انت شو؟ لك لك يا بيي منين جايب هالذكاء انت؟ من سوق احد. لك شو البلد؟ لك يا بيي روح هادي على الصبر. شو رايك بيي؟ عم بسألك عن ربيع انت، شو بتعرف عنه لربيع؟ كان مصاحب صاحبك صاحبتي. نعم؟ عيد عيد ما فهمت. ربيع كان مصاحب صاحبك صاحبتي. ومبسوط؟ ما بفتكر لانه تركه. بيي! ولك بيي مش هو انت مبسوط بهالخبرية رح جنن هذا دماغ له شو هالبلد؟ روح يا فادي روح اترك الصبي يحكي احكي يا امي احكي. اللي بعرفه عن ربيع انه شاب مرتب. ها؟ ايه؟ شو ايه؟ بس 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 طب من بيو وين عايش؟ امه مين؟ بتصور هول اسئله لازم تصورهم لديا ما هيك؟ ايه الو الو ايه سؤال كارل ولا كارلا؟ كار بعده على كارلا. انا بفتح. هاي سامي. هاي يومي. وات مام انا وسامي طالعين ندرس فوق. نعم شو هالقصة دي؟ كلهم طالعين ما حدا نازل. رو يا فادي يومي ما عرفتي نعرفيك. سامي. مرحبا انا سامي. يا اهلا بسامي. ليك يا حبيبتي ليه ما بتاخدي سامي وبتروحوا بتدرسوا على البار حد المطبخ؟ شو؟ ايه بيي لانه هونيك اقرب لكم على المطبخ بركي جهتوا وبدكم تاكلوا الشي. ليكو مش احسن ندرس بالبرات؟ مش اقرب؟ ماشي سامي ماشي. يعني بعد ما اصبنايا تجيب رفيقه على البيت. باب مام هيدا فخادي. بونجور مدام. بونجور مسيو. ايه شو بتجي بدها اهزب واحد فيهم كله نذا كلب الفام. مو كلب الفام كلب الفام. لك حياتي ايه هالجوز وين بدنا نبعتهم يدرسوا؟ باليوبلا. عيني عافري مالي.
بعد خير. لشو جبتينا على الأوضة؟ كيف لشو؟ حتى تترك الولاد يدرسوا. لشو أنا شو عملت؟ شو عملت؟ قاعد بيناتهم للولاد ونزل فيهم أسئلة. شو بيشتغل بيك حبيبي؟ أهلك عارفين إنك جاي تدرس مع بنتي؟ كيف الماما؟ لك عم سيرهم ممنوع. هن ما عم بيدرسوا؟ لك يا حياتي بناتي صاروا صبايا وأنا خايف عليهم. طب شو ممنوع كمان؟ أنا كمان خايف عليهم وأنا كمان أمهم، بس بيناتنا عارفين شو مربيين. لك يا كارين هلا قاعدين عم بيدرسوا مع بعضهم، بعد شوي بدو يظهروا يسهروا مع بعضهم، بعد شوي بدو يظهروا يتعشوا مع بعضهم، بعد شوي بدو يطلعوا يكسروا مع بعضهم. لك أنا شو ضل ساكت؟ شو فيها؟ نعم ايه شو نحن ما كنا مثلهم وقتا كنا أصغر؟ بلا كنا مثلهم. تتذكر حياتي بس كنت تجي لعنا على البيت وتعمل حالك بدك تدرسني؟ تتذكري بي كيف يضل حزك مزك حوالينا؟ فدو شو فدو؟ هو مسمع له وأنا مش مسمع لي؟ ليك فادي ما تشبه هيدي بهيدي. بي بوقتها كان عارف انك اكبر مني، هيدا اولا. وثانيا اختصاصك غير اختصاصي، كان يعرف انك تجي لعندي على البيت بحجه انك بدك تدرسني، بس انت كنت مغروم فيي لسوستك، كان يخاف علي منك، كان يخاف انك تفترسني. افترسك؟ تتذكري وقت طب علينا على غفله كنت حاطط ايدي بايدك شو عمل؟ شو عامل؟ ما عامل شي. قدامك ما عامل شي، بس انا وفالل من عندكم طلع فيي بنظرة ما بنسيها بحياتي. خلص لا خلص مش مزبوط، كان عم بيقلك ميرسي. نعم عم بيقلي ميرسي، لك هي اول مرة بشوف واحد عم بيقول للتاني ميرسي هو عم بيطلع في هيك بازز عيونه دينايا عم بيطلع منهم الدقنة وراح ياكله بسنانه كان شفته هيك. روح روح مش لهالدرجة، خلصنا. لك يا كريم بناتنا صاروا صبايا. وإذا صبايا ما تخاف عليهم، هاتر بيتي. لك أنا بخاف عليهم، لك أنا عندي ثقة عامية ببناتي. لوين؟ نازل شوف بناتي بلكي عايزين شي. عيلي عفرت ميلي. عن جد ثقته عامية بالمرة. شو دي يا كيف الدرس؟ منيح. شو بك باي معصبة؟ ما في شي. بلا باي معصبة في شي؟ صراحة ديا معصبة مني شوي. لا لأنه خبرت أنه مبارح أماني وقفتني بالملعب وأخذت مني دفتر المات. أنه كل شي في تلاميذ بهيدا الصف، ما لقيت ست أماني إلا تاخد الدفتر منك. أنه طلبته مني معقول إلا لا؟ أكيد. لحظة شوي يا عمي، طولوا بالكم يا عمي. إيه لا ست ديا؟ لا طول بالك أنت دي يا بيي. انا كنت عملت زيت شي مثل ما هو عمل. ايه طبعا ما كلكم مثل بعض. لا يا بيي لا، ما انتم بزيت المدرسه ما كلهم اصحابك ما هيك؟ اقولك هيك اكيد. رابو هاي ها شو رابو؟ بلا رابو بلا رامبو. جاي ندرس انا هلا. لك يا بيي انا رح فوت شوي على المطبخ رايح سن السكين، اذا بدك تساليني شو سؤال عيطيلي بس. اوكي. طب في انا اسال هالمره؟ تفضل. انه دخلك لو عملت حكيم نفساني ما كان احسن؟ يعطيك العافية. هاي نايا. هاي فريدي. هاي باب. شو مبسوطة نايا؟ كتير. واو شو هالرسمة الحلوة يا فريدي. شو هايدي؟ ورد. اوه عم ترسم ورد؟ حلو كتير. وهذا شو حد الوردة؟ قلب. كمان قلب؟ قلب ورد؟ أكيد هيدي الرسمة رح تعطيها للماما ما؟ لا هاي رسمة لنايا. ميرسي. بيانفوني. كلب الفيل. كلب الفيل. بيي خليكي شوي بعيدة عنه لفريدي ها؟ يعطيك العافية. باب. لك شو باب؟ حدا طبيعي بيدرس على هالموسيقى العالية بيي بدينا؟ بابي منوطيها؟ لا بيي منطفيها. باب. استاذ فادي. نعم. الموسيقى هي الحياة. والحياة هي الطاقة. والطاقة هي الانرجي. والموسيقى هي الطاقة يلي بتساعدنا على الاسترخاء. شو؟ شفت شو مهضوم؟ مهضوم؟ لك حبيبي شو قلت لي انت يا جملة اخر شيء؟ شو بيعمل؟ الاسترخاء. الاسترخاء؟ لك حبيبي هيدي الموسيقى بس تطفيها بتحس بالهدوء والاسترخاء وبتدرسه على رواق. باب؟ ما هو حبيبي. برافو سامي. عأيامه ما كان في هيك موسيقى. ايه؟ كان الماكسيموم هو يا ابو الهوارة. والله ما هو حبيبي. ما هيك يا استاذ؟ ايه معك حق 100%. تصوري يا صلاة انه نحن قاعدين عم ندرس كنا مثلكم هيك باعماركم حاطين هور يا ابو الهوارة وعم ندرس شو تاريخ عن فخر الدين. ونزل فخر الدين على الدرب قتلوه 7 8
نزل لا يحارب بالجر سلك فنت دندارك. اخ لا تعبنا كثير اليوم. لا 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 ما بقى فيه. شو عم تعمل؟ لابس بيجامتي وقاعد بطاقتي. شو عم بعمل؟ عم بسبح. ايه قوم انفز. لا وين بدي انفز؟ انفز عقودة بنتك نايا قوم. كرمال كيف كرمال؟ كرمال تخبرها قصة. شو نسيت؟ انا وعدناها كل ليلة نخبرها قصة. لا مش نهى تيها. شو تيها؟ وعدتيها مش وعدناها. لك قوم بلا سؤالي قوم خلصني قوم فيز. خلص ركي حياتي خلاص بكرة قوم بخبرها قصة خلاص. لا وعدناها. وعدتيها ولقناها تيها. قوم خلصني قوم خبرها قصة. خلص بشرفك. طب قوم انت. ليش ما بتقوم انت بتخبري قصة؟ هيدا يلي بعد ناقصني انا. يعني ما بكفيني شغل 24 ساعة كمان بعد ناقصني خبر قصص بالليل. يعني انا بدي احضر ترويقة وبدي احضر غدا وبدي احضر عشاء وبدي ابعت على المدرسة وبدي جيب من المدرسة وبدي درس بعد المدرسة وبدي حمم من عشية وبدي اخد اكتيفيتيات وبدي اخد عند الاصحاب وبدي احمل مشارية وبدي ما في لزوم كفي راح يخبر قصة. ليكي يومي بدي منك تساعديني. بشو؟ بكرة عشية عزمني رابعة كزدورة بسيارة بيو. ايه؟ وانا قلت لها للمام انه انا رايحة ادرس على نادين. ايه؟ بس انا مش رايحة ادرس على نادين. ايه؟ وبتعرفي انه انا لازم اكون بالبيت ساعة 8. ايه؟ بس انا يمكن اتأخر شوي يعني لساعة 8:30. بدي منك اذا تاخرت وسالوا عني الماما والباب بتقولي لهم انه انا دجا دقيت لك على تليفونك وقلت لك تقولي لهم انه انا رح اتاخر. ايه اوكي مرسي يومي. جيا وي فيك تساعديني بشي؟ بشو؟ انا عم سامد مصاري لاشتري علبه مكياج لانه كل ما استعمل تبع ماما بتعيط علي. ايه وهي حقها 50 دولار. ايه انا مسامده منهم 20 دولار. ايه فبقي 30 دولار. اعطيني هال 30 دولار هيك كون انا ساعدتك وانت ساعدتيني. هيك لكن ما نحن اخوه لبعض نو. ايه مزبوط الاخوه لبعض. خدي هيدول 30 دولار صحتين على قلبك. قلتي لي رح تبقي ل 8:30. ايه هلا صار فيك تبقي ل 9. ايه مظبوط. ولما وصل الضفدعة طلع بالأميرة هيك وقال لها قريبك قريبك. بابي أي ضفدعة؟ يه يومي انتي هون؟ نامت حبيبة قلبي. بقي ما تخزيني أنا عم خبرها القصة لنايا. اخفيت شوي. يلا بونوي بي بونوي. يلا يعطيك العافية. يلا عافيك. يه يومي بي في مجال إذا طلبت منك خدمة تعملي لي إياها؟ إيه؟ عن جد؟ لك بي في مجال أنت تبقي بالليل تقري لها القصة لنايا حتى تنام؟ إيه أكيد. تعرفي بي أنا عم بوصل تعبان، يعني أنا أنجأ بقري لها سطرين، هي بتنام وأنا بنام بي. بلكي بتساعديني ليكي. أنا هيدي القصة اشتريتها جديد، هيدي قصة الضفدع والأميرة، أوكي؟ إيه أوكي. بعد ما سمعتها، بكرة فيك تخبريها زيت القصة، أوكي؟ بونوي يا بي، أنا مبسوط كثير إنك قلتي باي باي باي. بس ليه؟ نعم. في اطلب منك شيء؟ اطلبي بيي مري. انت بتعرف انه عم بصمد مصاري لاشتري لونات؟ نعم. خلص اذا الموضوع زعجك خلص. ما اصلا انا ما بحب اقرا قصص. لا 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 بيي هدي هدي لك هدي هدي. لا لا مش زعجني ابدا. لا يعني قديش صرتي مصمده حق هاللونات؟ هي حقها 50 دولار. نعم نكرو شوي. انا مصمده 25 دولار وباقي 25 دولار. فيك تساعدني فيهم؟ 25 دولار؟ تكرم عيوني تكرم عيونك يا يومي ولو بساعدك ونص وخمسة. بونوي بس باب خير فينا نخليهم 30 دولار هيك مش بس بقري لها قصة بغني لها كمان. عيلي عاصري ميلي عيلي عاصري ميلي. ديا كيف كان فحصيك؟ منيح. شو منيح؟ يعني منيح. انت يومي. انا كيف كان فحصيك؟ منيح. شو منيح؟ منيح. يو نايا كيف كان فحصك؟ منيح. شو منيح؟ منيح. شو قصة المنيح؟
بكره بيجوا العلامات وبنعرف شو قصتها المنيح. ماماتي انا بكره عندي دوفوار كومان فبدي اروح اعمله عند نادين. اوكي نادين وراح تكونوا انت ونادين بس؟ ايه انا ونادين بس. وين بيتها نادين؟ هون بالشارع الثاني رح روح لعندها مشي. ايه بس بالرجعه اذا بدك تتاخري بتدقي على البيت وبيت بيروح بيجيبك، لان ما بدي اياكي ترجعي مشي لحالك. اصلا اذا رح تتاخر بدي الي الي وانا بقلكن. نعم قصدي تقول انه انا شخصيا رح دقلكن وطمنكن منيح كتير منيح. ايه وانا كمان منيح. انت منيح بشو منيح؟ منيح اللي ما كان عندي فحص اليوم. ابني ابني ده 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 لك هيدا عبقري ده لك هيدا منين جايبينه ما بعرف. نزول احد انك تاخدينا منا. ايه اخدينا منك. ايه معلوم. لا كريم بس خلص اكل معي وزك بدي احكي انا وياك كلمتين. لك يا كريم دخلك انت مأكدي وقت كنت حبلي بكريم ما توحمتي على وجهه؟ ليه؟ لانه اتنيناتهم بلا مخ. حلوين التياب يلي لابستهم الليلة؟ كتير حلوين. قوليك لازم اترك الحمراء او لازم شيلها؟ لا لا اكيد شيليها هلا اذا ما بتشوفك دغري رح تعرف. عفاكر. وهلا بس تفلي حطي اللي بدك اياه. عفاكر. يومي بعدك مؤخرة؟ لا لا هلا لحظة. واو شو حلوين تيابك. ثانك يو نيوش. يلا انا لازم اروح ما لازم اتاخر. وما تنسى شو حكينا انا وياك. ايه ايه اوكي. ولكن هيدي نايا اوعى تخبريها شيء، مزبوط انه هي صغيرة بس مفعولها كبير. بعرف بس لو خبرتها ما رح تفهم شي من شي. جيا انا بقول انه لازم تغيري تشابيك. ليه؟ لانه مين بيشوفك بيقول انه رايحة مع ربيع. شو؟ ايه اكيد رح غيرن. فوت كريم فوت بيي. عاد بدي احكي معك كلمتين. خير شوفي شوفي عاد هلا بلا شوفي. لك بيي انت بتعرف انه اخواتك البنات من صغرتهم لكبرتهم عم بيحكوا مع الشباب. بيي عندهم اصحاب عندهم رفقه. يا بيي انا ولا مره شفتك عم تحكي مع حدا. لا كيف ولو ما بتعرف اصحابي؟ ما كل يومين بيجوا لعندي كارلو وجابي وراين. يا بيي بيك شيء تقول لك هيدا الهبل اللي تعرض بدماغك انت انت بدك تطلع منه. لك شو بدك فيه لك كارلو البطيخ؟ بيي عم نحكي عن البنات. البنات. هيدا السؤال بتسأله لإلي يا بيي؟ برافو عليك يا كريم. لك انا بدي اياك هيك كون قبضاي مثل بيك. لك انا من ايام الشارع لايام المدرسة لايام الجامعة ما خليت حدا ما حكيت معه. بديك تكون قبضاي. لك بيي عزمها على البيت لعنا لهون وعرفت عليها. انا وكارين كتير رح ننبسط لما نتعرف عليها. ايه ليش لا؟ هلا بحكيها وبقول لها انه انتم حابين تشوفوها. بيي برملي راسك لشوف هيك لشوف اذا فيها الراس تبيغ ولا ما في. فيك عقل انت لك يا بيي؟ لو هالبطيخة اللي حاططها بين كتفاتك لشو هي؟ عالسكينة بطيخ؟ لك بيي الا انه انت بدك تشوفها مش نحنا. لك هلا ببقى بعرفكم عليها. اه خلص يعني 100% بيي؟ ايه مأكد؟ ما في شيء خيي بيي سلامتك. الله معك. شو؟ 03. شو عم تعمل بيي عم تدق لها؟ لا عم دق لها رفقاتي تشوف اذا بيروحوا سيناء الليله. الو ايه جابي؟ ايه يلا. وهيدا البوب كورن صار جاهز. شوفي شوفي بشرفك شوفي. اهلا يا اهلا بالجمال يا اهلا وسهلا. بتعرفي من غير شر بس يناموا الاولاد البيت بيصير كله رواق رايق. ثقيل من غير شر على اولادك. ايه دخلك انا دخله القاعد مع الليل دخله انا تنبش. كلك بوب كورن. قد ايه صارت الساعة؟ 8 وربع. والله حبلت الفيلم. لك اي فيلم متاخر ديا؟ ديا؟ لك كلها ربع ساعة بكون على الطريق هلا. مام رح تتاخر شوي ديا ما تخافوا. شو؟ شو عرفيك؟ هي قالت لي. امتين قالت لك؟ هلا. كيف هلا يومي؟ هي تلفنت لي وقالت لي. تلفنت لك قلت ليش يا بيي؟ ليه ما اتصلت فيي انا وامي؟ ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ اعطيني اعطيني على التليفون لشوف اعطيني على التليفون. بس مطفي هلا رايحة شرجو. ليكي يومي في كذب بالموضوع. انا لما بتكذبي بعرف. ليكي اذا ما رح تخبريني هلا شو القصه وليه عم بتكذبي قصاصك رح يكون كتير كبير. رح قعدك الويك اند بالبيت وممنوع تعزمي حدا وممنوع تشوفي حدا. اوكي وسامي بتنسي موضوعه نهائيا. كل السنه ممنوع تدرسي انت وياه. جيا مش عن نادين رايحه تكذب بالسياره مع ربيع وقالت لي كذب عليكم. شو هيك عملت؟ انا بس وانا اكلت شوكولا امبارح. شو وكيسه شيبس اليوم.
شو بنتي انا؟ بنتي عملت هيك؟ بنتي عم كذب علي؟ ما قلت لك الله ينجينا منهم؟ بنتي بنتي دي يا بنتي اللي ربيتها يا فادي، ربيتها بدموع العين، دموع العين سهرت علي الليل بقيت الدم لكبرتها. بنتي تكذب علي؟ بنتي انا بلا لا دعوسه بجري، انا ناطرتها هون شو عم تسمع هون ناطرتها. لا 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 ما في برا، ما رح ناطرها، لا رح نروح نحط فرشتين قدام البيت، بس تفتح الباب بدها تطلع بخلقنا عيوننا بعيوننا. طل القمر يا اهلا وسهلا. هاي مام، كيف كان هالدرس؟ فظيع فظيع. سمع يا كريم فظيع. دخلكم انتو ليش قاعدين هون مش هونيك؟ مسوبين سمعه هون برد برد. دخلك انت ليش تاخرتي؟ صارت الساعه 9 الا ربع. لانه نطرت بيا لنادين تا يجي يوصلني بسيارته، لانه بتعرفوا ليل وعتمه. ايه عتمه ليل وبدو ريح والدنيا مره مجنونه. حياتي نعم. امسك هالتليفون واطلب بيا لنادين وقول له ميرسي كثير لانه تعذب ووصلها لديا. ما في ما في ما في لزوم، لانه انا شكلت وقلت له ميرسي كثير. لا لا عيب ولا هول، لازم اتصل فيك عذب حاله وصلك بهالليل. اعطيني رقمه. لا 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 ما عندي. بس عندك رقم نادين، اعطي رقم نادين ونادين بتعطينا رقم بيا. ايه بس 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 ما بقى تكذبي بس شو. لانه يومي خبرتنا كل شيء. شو هيدي يومي بدي تعوضها انا؟ شو بدك انت تعوضيها؟ ليه بدك تعوضيها؟ لانه خبرتنا الحقيقه. لك يا وقحه يا وقحه، وليك انت من امتين بتكذبي علي؟ لك من امتين؟ ليش انا في شي مره قلتي لي بدك تعملي شيء وقلت لك لا؟ في شي مره قلتي لي بدي روح مشوار مع فلان وقلت لك لا؟ ليش بتكذبي ليش؟ طب ما بعرف. ما بتعرف. بكره رح تعرفي لما اقعد انا وياكي ونحكي كلمتين. تفضلي هلا على اوضتك، لانه هلا انا مثل المجنونه، اذا تعبشت فيكي ما بعرف شو بعمل. بكره بس روق بحكي انا وياكي لفوق. لحظه بكره قولي له الخواجه ربيع يشرف لهون، انا عاوزه بدي احكي معه جوزين كلام. يا مام عملي مثل ما بقلك بيك. يلا طلعي. شفتوا انا ليه ما بخبركم شيء؟ شفتوا ليه ما بقلكم الحقيقه؟ لانه هيك بتعملوا. ما حدا بيفهمني بهالبيت. حدا بيفهمك بقلبك؟ ما حدا بيفهمك غيري. لوين حياتي؟ ما بدك تحضر الفيل؟ لا طالع زي الجفت، لانه بكره على الاكيد بدي استعمله. نمت؟ مش عم يجيني نوم. وانا كمان. اقولك قسين عليا كثير لضيقة. لا ما قسين عليا، كان لازمنا اكثر من هيك كمان. بس البنت صارت صبية كمان فادي. ما مشان هيك نحن عم نحكي معها كصبية. تذكر حياتي مرة نحن عملنا هيك قبل ما نتجوز؟ اي متى؟ وقت كنا صغار. تتذكر وقت استعدت سيارة خيك وقلت له رح ترد له اياها على الساعة 10 وكنا عم نكذر فيها ببيروت وما رديت له اياها على الساعة 10؟ بتتذكري وقت صفيت السيارة لناكل بوزة؟ وبتتذكر لما جربت تبوسني؟ اكيد بتذكر، ما بعده ارض البوزة فايت بعيني لهلا. كنت كتير رومانتيك. قولك هيدا ربيع صف السيارة لياكل بوزة؟ بتصور اذا عمل هيك بكون راح على البيت وقرن البوزة بعده بعينه. بابور بليز بليز ما تكون كتير قاسى علي بليز. ولو بيي احسبيني بالمرة. خلص طلعي اوضتك. في بقى شوي هون. بدك تطلعي اوضتك. بونجور استاذ. اهلا ربيع. اهلا تفضل تفضل. بونجور مدام كارين. بونجور ربيع كيفك؟ كثير منيح وانت؟ ان شاء الله تضل منيح بعد هالجلسه. ايه ربيع شو قال امبارح كنتوا عم بتكذروا انت وديا بالسياره؟ انا؟ قول الحقيقه ما تكذب عرفوا كل شيء. ايه مزبوط، كنا امبارح انا وديا عم نكذر بالسياره.
وليه يا حبيبي يا ربيع قبل ما تروحوا تكزروا بالسيارة ما جيتوا طلبتوا إذن منا؟ صراحة صارت القصة بسرعة. قولي الحقيقة ما بقى كذب، عرفوا كل شيء. خفنا تقولولنا لا، وأنا صراحة كانت فرصة إلي إنه بيي راجع من شغله الساعة 9، فقلت باخد السيارة. فادي يعني نحنا منتمنى عليكم مرت الجاي تبقوا تطلبوا إذن قبل ما تعملوا هيك شيء. هالمرة رح نمرقها ربيع، بس مرت الجاي ما رح تمرق نهائيا. أوكي معكم حق بكل شيء عم تقولوه، ونحنا غلطنا لأنه ما قلنا لكم. سوري أستاذ فادي، سوري مدام كارين. مهزة بس رح مرق له إياها هالمرة. أكيد رح مرق له إياها. مرقت له إياها. خلصت يلا أنت كارين؟ إيه خلصت. شو صار دوري يلا؟ شو بدك تعمل؟ رح أمشي. تفضل شريف. لوين؟ على المطبخ. عزمك على البوزة. بوزة؟ امبارح اكلنا بوزة. البوزة احنا اللي خايف منه انه يكون عندنا البوزة. البوزة يا ماما بوزتهم غير بوزتنا. تفضل تفضل. لوين؟ لك مش على المطبخ. لك شو بدك تعمل فيه بالمطبخ؟ وقعد تعمل له شيء لا لا لا، بدي ضيفه ليمونة. ليمونة؟ ايه لانه بتعرفي يعني الليمون بيرطب هيدا شو اسمه هذا الحلزون اللي هون، هيدي هيدي اللي بدي اسحب له اياها من الغليغه. شري ليمونه ما عندكم فري اكزوتيك مثلا اناناس مانج باشن فروت؟ لا بلا فيها بابايا. لا 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 البابايا تفضل، بابايا دايما تفضل. وفي عنا سرميه عتيقه، شو رايك فيها؟ تفضل تفضل تفضل. اهلا اهلا استاذ، اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. ايه ما بتغير رايك وبقشر لك الليمون اللي ترطب الزعيمه؟ لا بفضل الباشن. باشن ايه باشن. انت بتعمل بابايا قلت لي. ليك خواجه ربيع، بس خبرني انت وقت كنت مع بنتي بالسياره وعم تاكلوا بوظه، يعني كنت قاعد حدا يعني تقريبا هالقد بعيد عنا لبنتي؟ ايه تقريبا تقريبا هيك. انت مأكد هيك ولا يعني كنت قاعد بالسياره انت وياها هالقد تقريبا بعيد عنا؟ بس يمكن هيك احسن شوي. يمكن هيك احسن من هذه. طب تذكر يعني هيك شغله دماغ، ممكن يعني تكون انت وياها بالسياره هيك مثلا؟ شو لا اكيد لا هيك هيك. مأكد هيك يعني؟ طب ما اكون كذاب معك. هيك هالقد هالقد قريب منا بقلب السياره. طيب وبعدين شو عملتوا؟ اكلت انبوزة. ما تقول لي وين، انا بعرف بعينك. مظبوط. ولك برافو عليك يا كريم، قصدي اقول يا ديا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالشباب. نوري نورت. بدي تنتبهوا كتير بالسهره يا شباب. اوكي ما تعطى الهم، انا معهم. ما احنا ايش دعت لين هم لانه حضرتك معهم. بدي لكم مرسي لانه خليته ديا تسهر الليله معي بسهره المدرسه. وانا كمان بقول لكم مرسي لانه خليته يومي تسهر معي بسهره المدرسه. وانا كمان استاذ فادي، وبتسمح لي اقدم هالورده لاحلى ورده؟ تفضل تفضل. اوكي مام، هلا ما ينشغل بالكم لانه نحن كلنا مع بعض. ايه اوكي يلا رح ينشغل بالنا، سبقونا ونحن جايين نوصلكم. يلا موفقين موفقين. يلا جايين جايين موفقين. يومي لكي بيي هدي هاي 20 دولار، بدي اياكي تصوري لي كل السهرة على تليفونك. اوكي بعشرين دولار بصور لك المدرسة كلها. موفقة باي. افدو نعم مهضومين ولادنا ما هيك بجننوا. افدو نعم. هلا لما نوصلهم نحن ورجعين فينا ناكل ترمس؟ تكرم عينك اطيب ترمس. دخلي تتذكري كنت انا وياكي قاعدين بالسياره ورحنا ناكل ترمس وقتها وقربت انا بدي بتذكر. وبقيت شهر من بعدها ما شفتك لانه بوقتها فقعتك بوكس قهرت لك سنينك. وحش وانا بموت بالوحوش. أهلاً أهلاً. أهلاً فيكي. أهلاً أهلاً. أهلاً أهلاً. أهلاً فيكي. أهلاً أهلاً. يا أهلاً يا أهلاً. يا أهلاً. أهلاً فيكي. شو غفيتنا يا؟ حبيبة قلبي غفيت. حياتي. حياتي. وقريت لها قصة قبل ما تنام؟ أكيد طبعاً. أوه. أوه. عن شو كانت قصة اليوم؟
كانت عن كانت عن الأميرة والوحش. واو 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 واو. تعرف أنا كل يوم كل يوم بحسد حالي عليك. إيه طبعا أكيد طبعا عن جد. ودايما دايما لازم أرقي حالي من صايبة العين. إيه لازم. مش كل مرة بتتوفق بهيك رجال. رجال خلوق. ايه عنده خيال. خيال واسي. وعنده جلد عالولاد. ايه طبعا. فين نفسه كرمال اطفاله؟ فين نفسه؟ فيني. فيني. ايه. وخبرتها قصة حلوة كتير لنايا واكيد تقبرني انبسطت فيها. إيه؟ خاصة انه القصة فيها وحش. وحش. ما هي. حياتي ونامت بنصها للقصة ولا سمعتها على الاخير. لا. باب قول الحقيقة لانه ماما عرفت كل شيء. إذا ما سمعتها منيح كانت عم بتقلك إنه أمام عرفت كل شيء. نعم. ومام رح تعرفك شخصياً على الوحش. نعم. انتظروا القصة القادمة. الأمير والوحش. هاي.